وجئت بمقطع يمر علي، ذلكم المقطع يساء فيه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأخص معاوية رضي الله عنه. وأنا أحذر من هذا المقام، لأن الأمر ليس بخفي، أصبحت وسائل التواصل بين أيدينا وتأتينا المقاطع. هنا ينسب لمعاوية رضي الله عنه أموراً عظاماً من قبل الرافضة، ويسوق لها أهل الأهواء ممن ينسب نفسه إلى أهل السنة، بل قد يمدح هؤلاء من قبل بعض أهل الأهواء ممن ينسب نفسه من أهل السنة، قد يمدح هؤلاء الذين يتكلمون في معاوية أو يتكلمون في أحد من الصحابة رضي الله عنه. وخذها قاعدة، أي مقطع يصل إليك يساء فيه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد منهم فلا تقبله. نحن لا ندعي العصمة فيه، ليسوا بمعصومين، ولكن الأصل فيهم السلامة والصدق والخير، وقد أثنى عليهم أهل السنة والجماعة، بل أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه. فانتبه، قاعدة، أي شيء يمر عليك يساء فيه إلى أحد من الصحابة ولو أسنده بأسانيد وبأحاديث فلا تقبله أبداً، فلا تقبل، لأنه كثر القدح في الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر من قدح فيه هو معاوية رضي الله عنه. مر بمقطع يقول سأذكره لأنه ربما مر على كثير، وما وصلني إلا لأنه مر على أناس، والشر يتناقض. لكن ما هو هذا الأمر؟ يقولون إن معاوية، ووالله ما كنت أتمنى أن أذكر هذا، لكن تبيين العلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، تبيين العلم وهو بيان منزلة الصحابة رضي الله عنهم عند ظهور أهل البدع، قال من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. يقولون إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قد شرب الخمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان والياً، ويستدلون على ذلك بما جاء في مسند الإمام أحمد، وسأذكر السند. قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين ابن واقد قال حدثنا عبد الله ابن بريدة أنه دخل هو وأبوه بريدة على معاوية رضي الله عنه، قال عبد الله، فأجلس معاوية أبي على السرير فأطعمنا طعاما، ثم أتي بالشراب فناوله أبي، قال، انتبه، قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال معاوية رضي الله عنه، قال وما كنت أستلذ بشيء أشربه وأنا شاب إلا اللبن، فأنا أشربه الآن. هذا في مسند الإمام أحمد. ليعلم أن هذا الحديث الصحيح أنه لا يصح لما يلي: أولاً، أن زيد ابن الحباب يخطئ في الأحاديث وتكلم فيه. حسين ابن واقد كما ذكر ابن حجر رحمه الله في التهذيب أن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال سألت أبي عن حسين ابن واقد، قال حسين ابن واقد ما يرويه عن عبد الله ابن بريدة ما أنكرها، يعني ما أشد نكارتها، يعني أنها لا تصح. ثالثاً، أن الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد قال وذكر معاوية كلاماً اختصرته وتركته لأنه ليس بشيء. رابعاً، أن الهيثمي بوب قال باب ما جاء في اللبن،
خامسا أن ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر الحديث، انتبه، ذكر الحديث بنفس السند، بنفس سند الإمام أحمد، ولم يذكر جملة ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنها لا تصح. سلمنا أنها صحيحة، لكن كثيرا من هؤلاء لا يعقلون ولا يفهمون ولا يعرفون النصوص الشرعية. سلمنا بهذا، قلنا إن الحديث صحيح. سبحان الله، هذا ضعف. إن كانوا ممن ينسبون أنفسهم إلى السنة وهم في الحقيقة هم أهل الأهواء، ومن يمدح أهل الأهواء فإنه أيضا من أهل الأهواء، فإن هؤلاء لا يعقلون ولا يفهمون، وامتطوا توجيه الناس وهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعون. كيف؟ سلمنا أنها صحيحة. أولا، أيعقل أن بريدة يقدم مسافرا على معاوية رضي الله عنه ويضيفه بخمر؟ مستحيل. وحرمة الخمر مشهورة. ثانيا، أيعقل أن بريدة يرى معاوية يشرب الخمر ويسكت؟ ولذا لم يثبت أن ابنه عبد الله، لم يثبت أنه نقل شيئا من إنكار أبيه على معاوية، فدل على أن هذا المشروب ليس خمرا وإنما هو لبن، لوجود ذكر اللبن في السياق. أيمكن أن يسكت بريدة رضي الله عنه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ثالثا، قوله فناوله أبي، معاوية ناول بريدة ماذا؟ ناوله اللبن. قول ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس القائل بريدة، القائل معاوية. معاوية يصرح بأنه لم يشرب الخمر منذ أن حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجملة ما شربته ليس القائل هو بريدة، القائل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ولذا لما قال ما كنت أستلذ بشيء، لأنهم كانوا يستلذون في جاهليتهم يستلذون بالخمر، ومعاوية رضي الله عنه كان يستلذ أيضا في شبابه باللبن، فماذا قال معاوية؟ لأنه كان يستلذ قبل إسلامه بالخمر وباللبن، فقال عن الخمر، ولذلك لم يصرح بالخمر هنا لدلالة السياق عليه. ولذلك أضمر ما شربته، يعني الخمر أضمر هنا من باب التقبيح والتنفير للخمر، فلم تذكر، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية أن الاسم الظاهر لا يذكر وإنما يكتفى بالضمير عن ذكره. ولذلك قال ما شربته، يعني الخمر، منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي بقي مما كان يستلذ به معاوية رضي الله عنه؟ بقي ماذا؟ شرب اللبن. رابعا، أين علمكم يا جهال؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ممن روى من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث تحريم الخمر، كما جاء عند الترمذي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. أنا ذكرت هذه من باب أن أجعل قاعدة لك، وسائل التواصل لا تهدم
عقيدتك، لا تهدم توحيدك. أي شيء يأتي، أي شيء يأتي وليس من عالم موثوق بعلمه، أي شيء فلا تقبله إلا بعد أن تسأل أهل العلم المتمكنين الحريصين على الدليل الشرعي، وليس من يتصدر ويصفصف لنا كلاما ويجمله، أو ربما يصحبه بدمعة أو بكاء، وإذا بالنفوس تقبل هؤلاء وكأنهم هم علماء الأمة. انتبه. ثم إذا أتاك مقطع يمس أي صحابي، لأنه فيما مضى ورد علي مقطع لذنب خالد بن الوليد، وتحدثت عنه فيما مضى في أحد الدروس ليس في خطبة، وأجبت عنه وبينت غلط من ذكر ذلك. فخذها قاعدة، أي مقطع أي كلام يسيء بأي واحد من الصحابة فلا تقبله، لأن الأصل فيهم السلامة والصدق والخير، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، ورضي الله عن معاوية. رغم أنوف الرافضة وأهل الأهواء ممن ينسب نفسه أنه من أهل السنة.